تحتفي المملكة المغربية اليوم بذكرى المسيرة الخضراء، وفي هذه المناسبة الوطنية للمملكة المغربية الشقيقة نستذكر العلاقات البحرينية المغربية التي تشهد مع مرور الوقت مزيدا من التطور والازدهار على جميع الأصعدة، إذ يؤكد جلالة الملك المفدى أيده الله في العديد من المحافل على عمق هذه العلاقات التي ترتكز على دعائم قوية من التعاون الوطيد والمثمر. علاقة راسخة تجمع قيادات البلدين الشقيقين، وجهود حثيثة يحرص عليها جلالة الملك المفدى للارتقاء بالعلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، العلاقة التي لطالما حظيت بالتأييد المشترك في العديد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين. جلالته أيده الله أكد في العديد من المحافل التي جمعته مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة على عمق العلاقات البحرينية المغربية، والتي ارتكزت على دعائم قوية من التعاون الوطيد والمثمر على كافة المستويات، إذ دائما ما يعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره واعتزازه بجهود العاهل المغربي ودوره في تعزيز وترسيخ علاقات البلدين الشقيقين. العلاقات البحرينية المغربية شهدت تقدما وتطورا متواصلا على جميع الأصعدة، وهو الحرص النابع من رؤية صاحبي الجلالة، فالعلاقات البحرينية المغربية في عهدهما تسهم دائما في فتح مجالات أرحب للعمل المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. جلالة الملك المفدى أعرب دائما عن سعادته بالتواجد في المملكة المغربية الشقيقة ولقائه بأخيه صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية، وذلك ضمن نهج ثابت وسياسة راسخة في التلاقي المستمر والتشاور الدائم مع العاهل المغربي في سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدين وشعبين شقيقين. رؤية جلالة الملك المفدى في هذه العلاقة أثرت إيجابا في المواضيع المشتركة بين البلدين الشقيقين، فرؤيته أيده الله تأتي انطلاقا من عمق الارتباط بين قيادتي البلدين والإرادة الصادقة في تطوير التعاون المشترك، وهو ما يحقق طموحات صاحبي الجلالة. وكنتيجة طبيعية لنضج العلاقة بين البلدين ووجود إرادة سياسية لتعميقها لدى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والعاهل المغربي، نشأت لجنة عليا مشتركة انعكست إيجابا على علاقتهما الثنائية.